اعتقد ان ده دورك يا وليد مع الكابتن، يعني طبعا الكابتن دوره الاكبر والاهم في الحاجات اللي هو شايفها وبينقلها لكم عشان تنقلوها للفريق، ولكن دوركم ايضا من الواضح ان هو دور كبير جدا، لان انا كل ما باجي اسال وانا اسف ان انا هسالك السؤال ده لانه انا عارف اجابته، ولكن انا مثلا لما كان معايا موسيماني وكان معايا سيد عبد الحفيظ وكان معايا سامي قمصان وكان معايا وبنسال، فخلال الفتره الاخيره اتقال ان وليد لازم او هيعتزل او انت عايز تعتزل، فانا الحقيقه كنت ببقى مستغرب ليه، لانه لما بسال موسيماني حتى بيني وبينه مش على الهوا واحنا قاعدين فوق بساله، قال لي وليد ده، وليد ده من الدعائم الرئيسيه والاساسيه في النادي الاهلي، قلت له يعني الكلام ده، قال لي هم هنا عندكم، هو الراجل يعني يقول لك دايما هنا عندكم بيحبوا يتكلموا وبيحبوا يعملوا وبتاع ومش عارف ايه، ف قابلت الموضوع ده ازاي يا وليد؟ لان احنا دايما كلنا خلي بالك تعرضنا للموضوع ده. والله يا كابتن انا مش بركز مع الكلام ده خالص، يعني انا كويس. انا يعني عارف ان انا لما جددت عقدي جددت سنتين والناس يعني زي ما بقول يعني كانوا اللي انا عايزه اعمله يعني، لكن هي اصعب فتره بالنسبه لي كانت ان بعد ما ابتدت الفرقه ما بقاش فيها لعيبه كبيره غير انا وسعد وشناوي، والمسؤوليه بقت كبيره جدا للامانه، يعني ان الجيل احنا لما جيت النادي دخلت في وسط جيل كبير، وبعد الجيل الكبير ما بطل كان في ناس كتيره جدا موجوده من الكبار، ما حسيناش بحاجه، لكن الفتره دي للامانه كان الموضوع، حتى كنت بتكلم انا وسعد الموضوع مسؤوليه كبيره ان الجيل لسه مش عارف حاجات كتير جدا، دايما انا وسعد بناخد اللعيبه الصغيره ونتكلم معاها، دايما يبقى في تقسيمات مثلا الفرق الاساسيه نقعد نتكلم مع اللعيبه الثانيه ونعرفه السيستم والنظام اللي احنا مشينا عليه. أيوة. ان لازم تبقى كده، لازم تتمرن، لازم تستنى الفرصه، يعني لو جات الفرصه وانت مش جاهز هتبعد. النادي الاهلي هنا دايما تفضل انت جاهز عشان ما تجيلك الفرصه تلعب، شلنا ضغوط كتير جدا من على الجهاز الفني الامانه يعني، لكن بالنسبه لي يا كابتن زي ما قلت لحضرتك وكنت بتكلم انا وسعد ان كان فعلا الفتره اللي فاتت دي قبل البطوله التاسعه والعاشره كان بالنسبه لي كان موضوع صعب، يعني الموضوع كان تقيل جدا، مسؤوليه تقيله، تحدي المسؤوليه كانت تقيله جدا بامانه يعني. لكن انت ما بتفكرش في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد، يعني لانه عايزين نقفل الموضوع ده بقى ونخليك تركز في الايه، في اللي جاي، لان اللي جاي صعب خلي بالك. أكيد. ما هي دي مشكله يعني، حتى سعد بيقول لك واحنا نازلين بالمطار قال لكم عندكم ماتش يوم الخميس، ما هو اللعيبه في لعيبه تيجي تكلمها بتزعل ان هي مش واخده على كده، عايزه تفرح، عايز يحس بنفسه انا في النادي الاهلي واخد بطوله، قلت له لا هنا في النادي الاهلي المسؤوليه كبيره جدا ان انا بفرح النهارده وبقفل ده، اعرف افصل بالظبط عشان عندي بطوله تانية، ان زي ما قال لنا طبعا الكابتن كان دايما يقول لنا في المحاضرات اللي انا اخدته دلوقتي خلاص بقى في الدولاب خلاص. تاريخ احنا عايزين في اللي جاي ده دايما ده في بعض اوقات بيسبب، مش عايز اقول ضغوط على اللعيبه ان لسه ما شافتش الاجواء دي، لكن للامانه يعني الاستجابه بتبقى بسرعه من اللعيبه، اللعيبه عايزه تعمل لنفسها، حتى منهم قفشه يقول لي انا عايز ابقى زي اي حد فيكم، زي اللعيبه الكبيره اللي بطلت، عايز يبقى ليا رصيد كبير في النادي، الناس ابتدت تستجيب للكلام ده كويس جدا.